لكل داء دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. السلام عليك أبو أيمن. الصراحة اللي فات ما كلمتك، الصراحة هم وايد تتحسن الحمد لله بفضل ربي العالمين بفضلك إن شاء الله. و يعني شغل لك الألم وايد خف، يعني حتى ممكن خفيف، يعني هب وايد 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 الحمد لله الحمد لله أنه خف، فالحمد لله يعني. بس بعدني مستمرة لأن في خفيف، يعني ما ينضرع أقول لك الألم.